السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصر بتقوى الله جل وعلا، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وبالاستقامة على أمر الله ورسوله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد أوصى الله جل وعلا عباده من الأولين والآخرين بالتقوى، فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله جل وعلا لنفسه بأعظم شهادة أنه لا إله إلا هو، لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فالله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له، هو الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق الدنيا والآخرة من أجل لا إله إلا الله، ومن أجل لا إله إلا الله تقوم القيامة وتحق الحاقة وتقع الواقعة، ومن أجل لا إله إلا الله ينصب الصراط، ومن أجل لا إله إلا الله توضع الموازين، ومن أجل لا إله إلا الله خلق الله جل وعلا الجنة والنار. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، لذلك شهد الله جل وعلا بها لنفسه سبحانه وتعالى، وهو أعظم شاهد على أعظم شهادة، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأرسل رسله جميعا بلا إله إلا الله، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل أرسلهم الله جل وعلا بلا إله إلا الله، ومن أجل لا إله إلا الله شرع الجهاد، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أي لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه، أي يرى منزلته ويراه الناس، من ذا الذي في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. لماذا أمر الله عز وجل نبيه أن يقاتل الناس؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لما أرسل الله جل وعلا نبيه بلا إله إلا الله،
قال للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الفلاح في الدنيا والآخرة بلا إله إلا الله، بعبادة الله وحده لا شريك له. من أجل ذلك خلقنا، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا أمرنا، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: وإياي فاتقون. فتقوى الله عز وجل هي بلا إله إلا الله، بأن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. ومن العجب العجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قومه بلا إله إلا الله وحاربوه على هذه الكلمة العظيمة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا للشاعر المجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قاتلوه 13 سنة، منعوه من ذلك، وقتلوا أصحابه وأخرجوه من مكة، خير البلاد التي يحبها الله عز وجل ويحبها العباد. أحب البلاد إلى الله جل وعلا مكة، وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، البيت الحرام. فخرج منها من أجل لا إله إلا الله. فلما هاجر صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة، أقام لا إله إلا الله في قلوب الناس، في نفسه وفي قلوب الناس، وقام عليها دولة. وبعد ذلك أنزل الله عز وجل عليه في المدينة آية من سورة محمد، قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل بلا إله إلا الله وأقام في مكة 13 عاما وهو يجاهد في سبيل لا إله إلا الله، وقتل من أصحاب من قتل، وهاجر أصحابه الهجرة الأولى، وهاجر الهجرة الثانية للمدينة، فلما بلغ المدينة بقي فيها ما شاء الله أن يبقى، فأنزل الله عز وجل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله، مما يدل على أن هذه الكلمة يجب على المسلم أن يستحضرها وأن يعلمها وأن لا يغفل عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كثيرا، شرعت في الأذان والإقامة، وشرعت في الصلاة، وشرعت في التشهد، وشرعت في أذكار الصباح والمساء، وشرعت بعد الصلوات، وشرعت يوم عرفة، وعلى الصفا وعلى المروة. وإذا دخل أحد السوق، وإذا جاءه كرب، وإذا أصابته مصيبة، يقول لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. هكذا يجب على المسلم أن يعيش مع هذه الكلمة العظيمة، وأن يستحضر وأن يعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. وشهد بهذه الكلمة الملائكة الكرام، الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كرام كاتبين، خلق عظيم ما يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا ملك قائم أو ساجد لله. وأن البيت المعمور في السماء بيت العتيق في الدنيا، بيت المعمور يزوره أو يصلي فيه أو يطوف فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون على آخرهم، كل ذلك من خلق الله عز وجل، يشهدون أن لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم من الأنبياء والمرسلين ومن الصديقين والشهداء والصالحين كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فاعلم كم تفضل الله جل وعلا عليك أن وفقك إلى أن تقول هذه الكلمة، فأنت تقول كلمة عظيمة وتحمل شهادة عظيمة، شهد الله عز وجل بها، وشهد بها الملائكة الكرام، وشهد بها أولو العلم من الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين. فأنت يا عبد الله تحمل هذه الشهادة. أي شهادة عندك يا عبد الله؟ أعظم شهادة شهد بها أعظم شاهد سبحانه وتعالى، شهد بها عباد الله من الملائكة ومن أولي العلم، فتقول لا إله إلا الله منشرحا بها صدرك، خفيفة على لسانك، من غير إجبار ولا إكراه. أتدري كم من إنسان محروم من لا إله إلا الله؟ لا يعلم أنه لا إله إلا الله، ولا يقول لا إله إلا الله، ويضيق صدره بلا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه الدنيا أعظم ما تخرج منها يا عبد الله أن تموت على لا إله إلا الله. فإن الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده الدنيا والآخرة، الذي يقيم القيامة ويحق الحاقة،
حرم الجنة على من لم يقل لا إله إلا الله، ومأواه جهنم والعياذ بالله. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بينما من قال لا إله إلا الله وعاش ومات عليها فإن مصيره إلى الجنة مهما بلغت أعماله السيئة، فإن مصيره الآخرة إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر الذي يقول لا إله إلا الله ويوحد الله عز وجل، فيرجى له أن يكون مآله الأخير ومصيره في الجنة، عمل ما عمل. ولكن الله عز وجل يحاسب العبد على كل صغير وكبير، وقد يعذب في نار جهنم إلى ما يشاء الله عز وجل، وعذابه أليم، حتى إن أقواما من لا إله إلا الله يحترقون في النار حتى يكونوا كحمما، أي كأنهم فحما، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يقال لهم الجهنميون يدخلون الجنة لأنهم قالوا لا إله إلا الله، لأنهم آمنوا بلا إله إلا الله. واعلم أن هذه الكلمة ليست قول باللسان فحسب، فلا بد لها من صدق ينافي الكذب، ولا بد من إخلاص ينافي الرياء، ولا بد لها من محبة ينافي البغض، ولا بد لها من قياد، ولا بد لها من قبول، ولا بد لها من ولاء، فتوالي أهل لا إله إلا الله وتعادي أعداءها. فهي كلمة عظيمة، ليست كلمة مجردة باللسان، بل يجب عليك أن تسعى لتحقيق هذه الكلمة، فتنظر في نفسك: هل أنت مؤمن بلا إله إلا الله حقا؟ فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكن أكذبهم الله، وإن المرائين يقولون لا إله إلا الله لكنهم كاذبون، وأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله لكن يحبطها بالشرك، فيعبد غير الله ويذبح لغير الله ويخاف من غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله. فإنهم وإن قالوا لا إله إلا الله غير أنهم ينقضونها بالشرك، والله جل وعلا يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لكنها لا بد من تحقيقها. من حقق لا إله إلا الله دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله، فلو قضيت عمرك كله بالعلم بلا إله إلا الله وبتحقيقها وبمحبتها وبنصرتها ونصرة أهلها، فليس ذلك بكثير، إنها شهادة عظيمة. اذكر أن الله عز وجل أمرك بها وخلقك من أجلها، واذكر أن الله عز وجل شهد بها، واذكر أن الله جل وعلا يسرها على لسانك، فلا تفرط بلا إله إلا الله، واعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، يقول الله لنبيه بعد دعوة عظيمة وهو يدعو إلا إله إلا الله، يذكر ويقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنت يا عبد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وكل من سوى الله ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو أولياء الصالحين أو الشمس أو القمر، كل الآلهة من دون الله فهي باطلة، والإله الحق هو الله عز وجل وحده. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله عز وجل أنه الحق، أي أنه المستحق العبادة، فلذلك قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلهذه الكلمة ولاء وعليها براء، فعلى المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويشهد بلا إله إلا الله شهادة شهد الله عز وجل بها وشهد بها الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، فإنه يحب ويوالي من قال لا إله إلا الله،
على أي جنس وعلى أي لون وعلى أي بقعة من بقاع الأرض يوالي أهل لا إله إلا الله ويعادي الذي يعادي لا إله إلا الله من الكفرة من يهود أو نصارى أو مجوس أو هندوس أو غير ذلك. فالحب في الله والبغض في الله والولاء لله عز وجل، بمعنى أنك توالي وتحب وتناصر من قال لا إله إلا الله على أي بقعة كانت من وجه الأرض، بل توالي حتى الملائكة الكرام لأنهم قالوا لا إله إلا الله، وتعادي من يكفر بلا إله إلا الله ولو كان أقرب الأقربين، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول الله عز وجل لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. هكذا أمر الله عز وجل. يقول لا يمكن أن تجد إنسانا صادق بلا إله إلا الله بالإيمان ومع ذلك يحاد له مودة مع الذين يحادون الله ورسوله، أي مع المشركين. فعلى المسلم أن يفرح بفرح المؤمنين وأن يحزن بحزن المؤمنين وأن يحب المؤمنين وأن يبغض الكافرين، فهي كلمة عظيمة عليها يقوم الولاء والبراء. تحب المؤمنين لإيمانهم وتبغض الكفار لكفرهم، وأما أن تحب الكفار ليهم وتفرح بنصرهم على المسلمين وأن تفرح بنصرهم وقتلهم للمسلمين فهذه ردة على الإسلام. لكن إذا كان هذا الولاء والبراء على الإسلام على الإيمان، فقد يبغض إنسانا وهو من المسلمين لا لقطيعة أو لمشكلة أو لمصيبة أو لاعتداء، وقد يحب كافرا لأنه يشاركه أو يحبه لمهارته ونحو ذلك. فكثير من الناس يخلط بين هذا وهذا. الحب الديني لا بد أن يكون على الإسلام، والبغض الديني يكون على الإسلام. فمن أحب إنسانا حبا دينيا يجب أن يحب المسلمين، ومن أبغض إنسانا بغضا دينيا فيجب أن يبغضه لدينه. أما أن يحب إنسانا لأنه والده ولو كان مشركا، أو يحب زوجته وهي كتابية لكن يحبها لأنها زوجته لا لأنها نصرانية أو يهودية، فهذا حب فطري. وقد قال الله عز وجل عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقد يبتلى الإنسان بوالدين على الشرك ويحبهم لأنهم والداه، ولكنه يبغض دينهم ولا يواليهم على الدين. وقد يحب إنسانا لأنه لقرابة ونحو ذلك لكن لا يحب حبا دينيا. فالولاء والبراء يكون على الدين، تحب من دان بالإسلام وتبغض من دان بالكفر. فإذا أحببت كافرا والعياذ بالله حبا دينيا تحب أن ينتصر على الإسلام والمسلمين فهذه ردة على الإسلام. وأما إذا أحببت كافرا لغرض دنيوي لقرابة ونحوه فهذا لا بأس به لأنه تعامل وأنه قرابة ونحو ذلك. لكن الإسلام الحب الديني والبغض الديني يكون على دين الله تبارك وتعالى. فنحب المسلمين في كل مكان لإسلامهم ونناصرهم وندعو الله عز وجل لهم وأن ينصرهم على عدوهم، ونبغض اليهود وغيرهم من الكفار بغضا دينيا لأنهم عادوا الله ورسوله قبل أن يعادوا المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم انصر عبادك في غزة وغيرها. اللهم إننا نحب المسلمين رب العالمين يقربنا إليك، فانصرهم محبة لك وللمسلمين وللا إله إلا الله، ونبغض الكافرين لكفرهم بك يا رب العالمين، فاهزمهم واخذلهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عظيم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.